اسمك ايه؟ كاميليا. وانت ايه اللي عرفك بحكايه الورق دي؟ شوقي. وايه الضمان انك تسلمين الورق قبل الميعاد؟ يا ادهم بيه، انت مش محتاج ضمان، وبعدين انا اللي جايالك. وشوقي دول مليون جنيه يا ادهم بيه. اهلا يا حبيبي، مساء الخير يا سامي. مساء النور. كنت بتعملي في اوضه سامي؟ ابدا، كنت بوضبها. دايما تعملك معانا يا كاميليا. تعبك راحه يا سامي. ها، عملتوا ايه؟ عرفتوا مكان هشام؟ ربنا يسهلك يا كاميليا. بقول لك ايه، احنا تعبانين شويه ومرهقين، ممكن تعمل لنا حاجه نشربها؟ من عينيا. تشربوا ايه؟ اتنين شاي من الهيك الناعمه دي. بقول لك يا كاميليا، عمر يا حبيبي، ماليش معاك 20,000 جنيه لحد اخر الاسبوع. لو مليون يا حبيبي مش هعزهم عنك، بس الحكايه ناشفه اليومين دول بعد ما قالوا له بيما مات. ماشي يا كاميليا.